السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله لا فيديو ديالي هادي تلقى خواتاتي كامله مهنيين. قبل ما نبدا في الموضوع تاع اليوم لازم نعزيو يعني خوتنا المغاربه يعني في الفاجعه تاع القطار، يعني نطلبوا الرحمه كامله كيما رانا اللي ماتوا، ربي يجعلهم من اهل الجنه وان شاء الله يكونوا يعني في مرتبه الشهداء، وربي يصبر اهلهم وذويهم عليهم، ماشي حاجه سهله وني باسي بار لا، ربي يرحمهم ويسع عليهم، كل نفس دائقة الموت. نولو إن شاء الله للموضوع تاعنا. يعني لو كنتو تشوفوا معايا يعني هذا الموضوع أنا اللي خيرته على كل حال، باسكو هذا الموضوع يلم براتيكمون كاملة يعني المشاكل اللي راهي ليك يعني المطروحة في القناة. على بالكم يعني كساسوا يعني ما تفهمتيش مع الزوج ديالك في العقلية، ولا مع لابيل فامي يعني ناس دارك، ولا مع جارتك، ولا مع كوزين، ولا أي شخص، على بالكم العقليات ماشي كيف كيف. ودايما نهدر ونعاود نقولها لكم حتى تفهموها، نعاود واليوم أنا قلتها وقدر أسمنا الجاية نزيد نعاودها. يا خواتاتي راهو فاقد الشيء لا يعطيه. ناس لي يعني تشتكي من عدم الاحترام، يعني الناس اللي سي ميم با سي كوا لو ريسبي، تهدر تخرج من فمها نيمبورت كوا ولا تعاملك نيمبورت كومون. ومن بعد حنا على بالك الناس يعني هذه اللي جايين عندهم احساس مرهف، يعني ايسون سونسيبل، هما اليوم يتعذبوا في هذا المجتمع. هادو الناس الحنان اللي تقاسوا، اللي تقولي لهم كلمه طيبه خلاص تملكيهم، ولا قلتي لهم كلمه دونيه خلاص تحطميهم. الوغ دائما يعني باش نريح هاد الناس تعيشوا ما تحسوش روحكم كوبابل. دوك انا تجي وحده باغ اكزومبل تاديني بالكلام، انا هايدك يعني ان سامبل اكزومبل، يعني في القناه دي فوا كي نقعد نقرا والله صدقوني نضحك، تلقى هجوم من اون بيرسون اللي ما تعرفكش اصلا وتهاجمك ومن قلبها وتحاول يعني تقول كلام مالوغ كو تجرح به غير روحها. دوك انا هادي يا هل ترى، يعني هذا ان سامبل اكزومبل، نحس روحي انا اللي نتقاس، نو شو با كونسيرني، انا لست معنيه بالامر. شتكي ما هذاك اللي ضرب روحه، اللي يقول كلام ماشي مليح راهو يضرب في روحه. خواتاتي سي بور سا اللي كي تجيكم الاذيه، يعني كيفاش نتعاملوا مع الناس اللي اذيونا. كاين الناس اللي كيما قالت لي وحده، قالت لي باينه باللي هذه عندها رقي في الخلق تاعها، يعني في الخدمه مع ناس يضربوها بالمعاني، قال لك كلام بنت الجزائر كاع معناه ومعاير، يعني بالضحكه اب تربح لك الكلام اللي يقيسك. انا نقول لهذا الانسان ونقول كل وحده مقيوسه في هذا المجتمع، ديري روحك بلي كنتي بهذاك الكلام ماكيش معنيه، ماكيش معنيه، ما ديريش هو الكلام سي فغي راهو ليك، بصح انتي ما تخليش العقل ديالك والقلب ديالك يستقبل هذاك الكلام، بيسك هذه الانسانه عندها مرض نفسي. ومن بعد يا اخي قلت لكم واحد الكلمه سموها مليحه، اللي ما رباوش الوالدين تربيه ليام، صدقوني يا عزيزاتي والله يلي ما رباوش الوالدين ولا حاشا الوالدين، التربيه تاع الوالدين ما نفعتش، ما تخموش الدنيا تربيه. وكما تدين وتدان، قستي الناس تنقاسي، سرقتي الناس تنسرقي، وجعتي الناس تتوجعي وتتوجعي في اقرب الناس ليك. يعني معادله سامبله لو كان نفهموها تعيشوا رايحين. انا على بالكم اي اذيه، يعني انا كاي انسان مالغريك يعني الحمد لله يعني محبوبه من عند الجميع، مي تلقاو دي فوا ناس تلمو تحبك لي جالوز، ومن بعد هذيك لا جالوزي اب تنقلب تولي اذيه صاغي في الكامل الناس. جامي حسيت راحي كونسيرني، لي ادا ادا عمرو ما ادانيش انا، بيسك انا ما اديتش. الو غيطي اهدري قولي ديري واش حبيتي، رانا عندنا موعد نتلاقاو به عند الله سبحانه وتعالى. راهو كتاب لا يغادر ولا صغيره ولا كبيره، كتاب ما حينسى والو، وباك في الوقت في الوقفه عند ربي يقدري على شقاك ويلا نافيغي. الوغ سي فو بلي، يعني هذا الكلام ان شاء الله يا ربي كيما انا الحمد لله، يعني كيفاش نتعامل مع الاذيه. سي فري كو سافي مال، يعني الناس هادو الحنان و يعني اللي عندهم الاحساس المرهف سونسيبل تلقاهم يتعذبوا. الوغ انا كنت من هذا النوع، باك جمدت قلبي حكمته غلفته حطيته في الكونجيلاتور يبرد يجمد شويه
خلاص ولا كي لانستيزي ما يحسش. اللي حبي ادي اي با طومبي. حبيتي تعمري الصحيفه ديالك بالذنوب بصحتك، لا راه ملي راهي لك دوكا خلاص، رانا في وقت وين خلاص دوك ولا حاجه ما ولات مخبيه. زمان كانوا يروحوا مبدا عيب الحياه، كان عندهم الحياه ما يقولكش هذه حرام، وقال الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كانوا يعرفوا عيب احشمي عيب. يعني كانوا يعلموا كيفاش الصغير يحترم الكبير مهما كان. مالغري انت مثلا في عمرك 30 سنه وي بصح فايتك بعام سي بون، هذاك العام ديري له قيمه وتحترميه. مي درك تخلط الحبل بالنابل، الوغ ديروا بيان في بالكم اون بو با ارونجي لو موند، منقدوش نربو الخلق، منقدوش دوكا نقولوا علاش دارت لي وعلاش عملت لي، ونبداو في الجدال ونعيو اعصابنا وقلوبنا ونولوا عيانين. الوغ قلتها ونزيد نعاودها، راه فاقد الشيء لا يعطيه، ولا ما عندكش حنانه انت تو ريكلام الحنانه من عند ماري لي اي سي ميم با سو كوا الحنانه. مسكين ما عندوش، ما تعلمهاش، ما اكتسبهاش، الله غالب. كيفاش حبيتيه مسكين يمدها لك؟ ما يعرفش. حبيتيه يعطيك كلام حلو هو ما نقالو ما يعرفو ما مالف به، وقيلا ما يستحيش انه يقول كلام، ما يستحيش يقول لك كلام واعر، بصح يستحي يقول لك كلمه طيبه. كل واحد على مش ناض، وكل واحد على مش تربى. وقلت لكم ونعاودها لكم حبيباتي، راهي اللي ما رباوش الوالدين تربيه الدنيا، ماهيش يعني سوايي ترانكيل، لازم ديروا السكينه والهدوء. والناس اللي راهي لي كالفوزاتاك، والناس اللي الساشانافو، عاملوهم بكل بروده، وباش تعاونيهم بروده ما تحسيش روحك انك باغ اكزومبل tu vas dire هاد الانسان بوركو لي ميشانت معايا انا واش درت لها. ما تقوليش علاش انت ما درتي والو، هي عندها مرض ربي شافيها، ولا عندها لا ميشونستي سكو نابيل لا ميشونستي غراتويت، هذيك لا ميشونستي داك اللي يعني السم هكاك سم يعني عندها الله يبارك بكمية كبيرة راه يتسربح فيه. ما تخافيش ليام تعاود ترجعها منها، هذه معادلة يعني اللي عرفها وخاف. تعرفي المعادلة كما تدين تدان، ولا تعرفي المعادلة انه باغ اكزومبل نهضروا على الناس اللي عندها دراري اللي تولد وتربي، خاف من عقايب ربي شوف يعني، ولا ما صارتش ليك تصرى لك في اعز الناس ليك. الوغ لي سي لي جون خليهم، اللي حبي يدير ذنوب يديروا تو سامبلومون، ما تحسوش روحكم كونسيرني. ويعني قريت يعني يعني مشتركه مسكينه اللي راهي ان ليو دو ترافاي وين الناس يبيكيوها في لي شوز سيغمون لي الحاجات اللي عندها بالبارد، يعني ماشي تخرج ليها هكا كاينه لي اي با. نقول حبيبتي يفو تو سامبلومون لي زينيوري، كي توقفي قدامهم مالغري هي راهي اللي تمد لك انت سون فوا، سي كوم سي كيفاش تهضر عليك. ولا قدرتي تتبسمي تكوني زان تخدمي خدمتك تروحي، بيسك صدقيني ما كيش كونسيرني. هادو عندهم كميه شر لازم يفرغوها سينو يموتوا بها. الوغ حنا ندعو لهم بالشفاء تو سامبلومون، وهذا الكلام ينطبق على كل وحده راهي تعاني من معامله سيئه من يعني كل وحده، وحده في دارها، وحده مع جيرانها، وحده مع اللي فوقها، وحده مع اللي تحتها، وحده مع بنت الحومه، وحده مع الكوزين، وحده المهم يعني اون بو با رونتري في لي ديتاي دو تو الموند، مي هذه قاعده اون روسيت طبقوها. اي فوزالي بلوتو فواغ راكم ما تحسوش روحكم كونسيرني، كي تكونوا اتاكي من عند ناس ما تحسكمش روحكم معنيين، ديروا روحكم بليك الهضره ماهيش عليكم، وتشوفوا كيفاش ترتاحوا باذن الله. ربي يريح قلوبكم. يا اخي قلتها 100 مره ودائما يقولوا لي واش في، قلت لكم نسى سوق، نسى سوق مطيار، ويقول لك نسى ينسى. دوك كنت نهضر مع اون امي قلت له لا تعرفي نسى ينسى ومرقتهم ما تتحصى، يعني ربي يهدينا ويهديهم ان شاء الله. والى موضوع واحد اخر ولا فيديو واحد اخر نقول حبيبتي كامله واحده واحده، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.